اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده، طلعت الاسبوع ده فري داينر. فري داينر هو مطعم الشيف محمد صلاح ملاك اللحمه، وهو شيف مشهور جدا باللحمه، وانا بالنسبه لي هو اشطر شيف لحمه في مصر. بيعمل اللحمه معامله غريبه، فتح المطعم بتاعه وسماه فري داينر، فما كانش ينفع يعدي مني كده. فجيت النهارده وطلبت منه بتاعهم كله تقريبا، وتشيز كارثه سودا هتعرفوا ليه كمان شويه، فطلع بقى شفت لحمه عندهم ونص نص ولا اي كلام. اشترفتك منهم ايه؟ والاسعار حط كلها النهارده هيدفع عليها 14% ضريبه بس. لو عجبتكم الطلعه بص شلاك القمر، ولو مش عايزين سبسكرايب لا سمحتوا اعملوا سبسكرايب من غير كتير. يلا بينا. يلا بينا نبدا باول حاجه على طول، المقبلات والحاجات في الاول دي. ونبدا باول حاجه فيهم الفاير وينجز، اجنحه الدجاج. دول بيبقوا 6 قطع اجنحه سبايسي، ده شكلهم كده. نبدا بالفاير وينجز. اجنحه فراخ مقليه طعمها مختلف خالص مع انها مقليه، يعني المفروض احنا جربناها مليون مره قبل كده. لا الطعم ده اول مره في حياتي اجربه. البريدنج اللي على الوينجز من بره غريب ومختلف خالص، في سنه تذكيره صغيره قوي قوي يعني اكاد تكون مش ملحوظه لما تركز فيها قوي بس تجيبها. والسبايسي فيها حلوه جدا وواضح، حلوه قوي 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 قوي، جامده جدا. نخش بقى على التشيكن ستريبس. دول 3 قطع تشيكن ستريبس، ده شكلهم كده. هو في صوصات في التري بس انا مش عارف بتاعت ايه الصراحه، يعني مش عارف مين نازل مع مين. فنخش على تشيكن ستريبس. بيضه جدا من جوه، تحفه تحفه. الستريبس ناعمه جدا، مستويه حلو قوي، الكرانش من برده بيقرمش وحلو جدا، جامده قوي قوي. نحطها في الباربيكيو صوص كده، باربيكيو صوص تحفه، معمول بصياعه، حلو قوي. طيب نخش على الاونيون رينجز، ده شكل الاوردر كده. نخش على الاونيون رينجز. مبدئيا ده بصل بصل، لا بصل باودر ولا بصل مفروم، حلقات بصل كامله. فانا اشتريت، المفروض الصح هو كده ان تبقى حلقات البصل كامله مش مفروم ولا باودر، هو ده الصح. بس كله كوم، والتوابل اللي عليها من فوق كوم تاني خالص، تحفه، حلوه حلاوه مش طبيعيه، تحفه تحفه. يعني انا جيت اطلبها تاني وتالت ورابع وعاشر الصراحه، جامده قوي قوي. ما دقتش اونيون رينجز في حياتي بالطعم الحلو قوي ده في حياتي، حلو قوي قوي. نخش بقى على اللود تشيز ستيك فرايز. فرايز بالتشيز ستيك والجبنه، ده شكلها كده، وزي ما قلت لكم بتبقى فرايز بالجبنه وعليها تشيز ستيك، قطع لحم ستيك. نخش على اللود تشيز ستيك فرايز. يا نهار اسوح، يا لهوي، ايه ده؟ اللحمه بقى، ما هي دي سكته، دي ليلته. انا فقدت النوت والله العظيم، انا مش عارف اقول ايه والله. ما انا برضه راجل بستعبط، يعني انا جاي اقيم مطعم الشيف محمد صلاح. بقرج والله. في مشروم، صوص كريمي مليان قطع ستيك، مليان مليان يعني. طعم الجبنه واضح برضه. لا لا طعمه رهيب 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 رهيب، طعمه حلو قوي قوي والله، يعني حلو بطريقه مستفزه كده، اللي هو انت ليه مستفز كده يا عم. خش بقى على الفرايز معاهم، رهيب. بس كحجم وكميه وكده ده وجبه، يعني ده مش ابيتايزر خالص، لا مقبلات ولا الحاجات اللي في الاول دي خالص، ده وجبه بحد ذاته كده. طعم وكواليتي وميكستشر اللي هو يعني تناغم الحاجه مع بعض، مش طبيعي مش طبيعي والله العظيم، ما طبيعي. حلو حلاوه مستفزه، تبقى قاعد متغاظ كده، حلو والله قوي باستفزاز يعني، حلو قوي قوي. والميكس بتاع كل انجريدينت محطوط، يعني الميكس بتاع كل المكونات اللي محطوطه ماشي مع بعض بامتزاج غريب، حلو قوي. حط معاه كمان بصل، بصل مكرمل غالبا، بسيط قوي، تحس بيه بصعوبه يعني لما تركز فيه قوي. حلو قوي 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 قوي، لحد السنه الجايه، لحد بقى في الفيديو، حلو قوي. نخش بقى على الماكن تشيز، تشيكن تشيز ستيك، يعني بالفراخ اللي بالجبنه. نخش ونشوف، ده شكلها كده، بتبقى عباره عن ماكن تشيز العاديه ومحطوط معاها بقى من على الوش فراخ بالجبنه. نخش على الماكن تشيز، تشيزي 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 تشيك ستيك. اسمع كتالوج اصلا. فلفل الوان، مشروم، يا سنسوخه، حلوه قوي. بس في عيب بقى، تعالى بقى. تعالى بقى، جيت لك انا ما برحمش، تعالى. صوص تحفه، والميكسر مع بعض برضو يعني امتزاج المكونات مع بعض تحفه، والمشروم عامل ميكس تحفه، والبصل المكرمل تحفتين، والفراخ طريه وناعمه وحلوه جدا. عيب واحد بس، انه مالح قوي، مش مالح يعدي، مالح بزياده، على عكس اللودد فيلت تشيز ستيك فرايز ما كانش مالحه زياده خالص. يعني ده لو الملح اتظبط هيضرب نار برضو، سواء بقى انت بتحب اللحمه اكتر ولا الفراخ، الاثنين تحفه. عيبه الوحيد ده ان الملح فيه زايد قوي، فده اللي منكد عليا التجربه بتاعته الصراحه.
والملح بتاع الفراخ تحديدا، لان لسه ما دخلتش على المكن تشيز. خد بقى ايه، ندخل شويه كده في المكن تشيز. مكرونه دبل قلبه اللي هي بتبقى عامله زي الكوع دي. واو، الجدير بالذكر برضو ان الناس مرحبه جدا، يعني استقبلوني استقبال حلو جدا. بقول لهم بستاذنكم اصور الاوردر بتاعي، في مشكله؟ لا 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 خالص، براحتك خالص. فناس محترمه واثقه من نفسها قوي، مش زي الجماعه اللي بيترعشوا لما يشوفوا كاميرا. تحفه. والمكن تشيز عجبتني اكتر من الفراخ، علشان العيب اللي قلت لكم عليه ان الفراخ مالحه قوي، غير كده ولا كلمه ولا غلطه. نخش بقى على المكرونه دي، وهجيب لكم اسمها من المنيو عشان سقطت الصراحه. دي اسمها كريمي جرين صوص باستا، وممكن تضيفوا عليها فراخ او لحمه. انا ما ضفتش ده ولا ده، انا حبيت اجربها هي لوحدها كده. بتبقى عباره عن باستا بالصوص الاخضر. نخش على الكريمي جرين تشيز باستا. مكرونه سبايرل اللي هي الحلزونه، مشروم. يا ابن اللذينة، واو واو. صوص بيستو، ريحان، فيها توم، مشروم. مش كبيه مكونات ايه على فكره، انا بحاول اطلعها بالطعم. رهيبة رهيبة رهيبة، حلوة حلاوة مش طبيعية، تحفة تحفة. وكنت عايز اجيب نوع المكرونة التاني اللي هو بالمشروم ده، بس للأسف قال لي لا خلصان دلوقتي. والله يا بي، أي حاجة بتنقص من المنيو مش مني، من المطاعم. أنا بجيب له المنيو كله، والله ما قصرت. المكرونة مستوية حلوة جدا بالشعرة، صوص الريحان مع التوم معاها تحفة، حلوة جدا جدا جدا. مع المشروم بقى كمان تحفة. وأنا ملاحظ حاجة سو فار إن هو مهتم بالمشروم قوي، فدي صياعة الصراحة، لأن المشروم بيضيف للأكل كله، يعني أي أكل خصوصا المكرونات واللحوم والفراخ وبتاع، بتحط عليها مشروم بتضرب. طب نرجع بقى للأونيون رينجز ونجرب معاها الصوصات. كل واحدة كبيرة حلوة كده، نجرب معاها صوص الجبنة. بصوا انا اقول لكم حاجه غريبه شويه من اللي انا شايفه، يعني كحجم وكواليتي لا حاجه تستاهل ان هي تبقى غاليه الصراحه، لان هو مش مستخسر في الخامات خالص خالص. حتى صوص الجبنه اللي بيبقى عند مطاعم كتير عباره عن صوص ميه، لا نضيف قوي. ده صوص ايه بقى ده الابيض ده؟ خش كده، اعتقد ده صوص زبادي. انا عايز اعرف ده صوص ايه، هو عاجبني قوي بس انا عايز اعرف ده ايه. ثواني كده، يلا يا هم بقى. في ريحان، صوص كريمي بالريحان، واعتقد بنسبه كبيره قوي داخل في زبادي، لبن كريمي زبادي. طعمه تحفه، حلو قوي، حلو 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 الصراحه، رهيب. خلاص المقبلات حكينا في الاول دي، لو ده ينطبق على اللي قدامي يعني، نخش على سندوتشات التقيل بقى. نخش في الجد بقى، ده دبل سماش برجر، وده سندوتش بيج بوي سنجل، وده فيلي تشيز ستيك ساندوتش، وده ذا كيلر شورت ريبز اللي هو الشورت ريبز اللي على ماش بوتيتو وعليه من الوش حلقات بصل مقليه وبينزل معاه كل سلو، وده بيف فيليه جرين تشيز صوص. يبقى بيف فيليه وبينزل على بطاطس فريسكس. نبدا بايه نبدا بايه؟ نبدا بالوحش القاتل، هو اسمه كده ذا كيلر شورت ريبز. نبدا بالشورت ريبز، الدروع البقري القصيره. ده بيبقى شورت ريبز اللي هو الدروع البقري القصيره مع صوص خاص بيهم، وبينزل على بطاطس مهروسه من الوش اونيون رينجز، وبينزل معاه كل سلو. طب بيتاكل ازاي ده؟ نفتح كفر كده. مبدئيا كده الاونيون رينجز دي ارفع بكتير من اللي جت في الابيتايزرز. نفس الحاجه برضو، حلقات بصل كامله لا مفروم ولا باودر، طعمها تحفه. خش بقى على الشورت ريبز. اوه لا لا لا، دلوع بقري صغيره من غير العظم بتاعها، مخليه من العظم، وغرقانه باربيكيو صوص، غرقانه باربيكيو صوص. حلو جدا بس مسكر حبتين ثلاثه يعني، وده الطبيعي في الباربيكيو. مع بطاطس المهروسه بقى الموضوع في حته ثانيه خالص الصراحه، رهيب. بطاطس المهروسه بتاعتهم تحفه، وضافت للميكس قوي، وديته في حته ثانيه خالص الصراحه. بس ده مش لكل الناس بقى. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لكم هو غرقان باربيكيو صوص. فانت لو ما بتحبش الاكل السويت اند ساور او الاكل المسكر، ابتدى يقفلك قفله سودا، لانه مش رخيص ابدا برده، سعره غالي قوي. الميكس كله مع بعضه حلو جدا، بس لازم وضروري تكون بتحب السويت اند ساور وتكون بتحب الاكل المسكر قوي، لان الباربيكيو صوص مديله تذكيره جامده جدا واضحه قوي، يعني ما ينفعش تجاهلها خالص، مش هتعدي كده يعني. انما طبعا اللحمه طريه جدا دسمه، طعمها حلو قوي الصراحه قوي، ومن كتر ما هي طريه بتتعب الشوكه يعني، من غير سكينه ومش جايب لك سكينه. بصوا كده خلاص، حلوه جدا بس زي ما قلت لكم مش لكل الناس، الناس اللي بتحب السويت اند ساور بس. نجرب كده كل سلو، كل مكوناتها فريش، ده واضح جدا يعني. تقطيعة الحاجة عريضة مش مهروسة، وده حلو جدا في الكورسلو، مش حلو ان هي تبقى مهروسة خالص كده، مش حاسس لها مكونات، لا تحفة، حلوة قوي. كريمي مش جافة، تحفة الصراحة، حلوة قوي. مش مسكرة قوي كمان، سكرها مظبوط بالظبط. حط بقى من هنا على شورت ريبز ده كده، حلو قوي. بس زي ما قلت لكم تكون بتحبوا السويت اند ساور. نخش بقى على البيف فيليه جرين تشيز صوص. ده بيبقى شرايح لحمه ستيك مع صوص سبانخ كريمي وتوم ومشروم، وبتختار معاه حاجه من ثلاثه، يا بطاطس فريسكس، يا بطاطس مهروسه، يا بطاطس محمره. انا اخترت فريسكس عشان اجربها. نخش بقى على الستيك بصوص السبانخ. عايز مننا ايه يا شيف؟ شرايح لحمه ستيك، ده عالي قوي بقى قوي، طعمه تحفه، طعمه حلو قوي قوي قوي، والسر كله في صوص السبانخ ده، معمول من معلمه الصراحه. صوص كريمي جدا محطوط معاه مشروم برضو، اللحمه طريه طريان مش طبيعي يعني، بصوا تعمل كده تتقطع على طول.
تحفة تحفة. ناخد بقى واحدة بالفريسكس. الفريسكس كمان صايعة قوي، طرية جدا، مش شاربة زيت. تجربة جامدة جدا الصراحة، حلوة قوي 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 قوي. عاش. وأقول لكم حاجة غريبة بقى، unpopular opinion، إن ده يناسب ناس كتير جدا أكتر من الشورت ريبز. إن الشورت ريبز ناس محددة قوي، اللي هم فانز أو بيحبوا السويت اند ساور، غير كده مش هيتقبلوه خالص. ده يناسب الناس كلها، فده بالنسبة لي عاجبني أكتر الصراحة، جامد قوي. خش بقى على الدبل سماش برجر. شوف محمد صلاح لما يعمل برجر يطلع ايه. ده بيبقى قطعتين سماش برجر مع خس وطماطم وبصل وخيار مخلل وجبنه امريكيه وبصل مكرمل ومايونيز. نخش بقى على الدبل سماش برجر. امسكه ازاي بقى ده؟ انا عايز اعرف انا هتعامل معاك ازاي. بصوا ما شاء الله سندوتشات حجمها عملاق، كبار جدا يعني، مش هزار، بورشن بورشن يعني، لو هتضرب واحد وتلكم. بسم الله. تست حلو قوي، لحمه طريه وناعمه جدا، دونها مظبوطه، ميكس مع بعضه كله الصراحه حلو جدا جدا يعني، مش هزار. هو ساندوتش غني جدا طبعا، ما اقدرش انكر حاجه زي كده يعني. بس انا ككيكو ما جيش اشوف محمد صلاح عشان سماش برجر، اجيله عشان اللحم اكتر يعني، عنده حاجات هقول لك في الاخر. خلينا في الاخر نخش بقى على البيج بوي. ده جريمه في حق الانسانيه. تعالوا لكم هو ايه. ده بيبقى قطعه سماش برجر مع بصل وخس وطماطم وخيار مخلل وجبنه امريكيه وستيك لحمه وبصل سوتيه ومشروم وفلفل اخضر وصوص جبنه وكاتشب ومايونيز. زمبليطه في الصالون يا بيه. وطبعا بقى اللي متابعني من زمان بيعرف ان انا ببقى متخوف قوي من الحاجات اللي فيها طعمه كتير دي مع بعض، لان دي تظبط قوي يا تخيش قوي، فاش في النص. لما يكون بند بندين مع بعض الدنيا بتمشي، انما كل ده مع بعضه يبقى تحفة. نلبس في الحيطة اعتقد يعني، مش نلبس بس اخش كده ونجرب. انا بس عايز اعرف اخش ازاي يعني، ان الحجم مش طبيعي الصراحة. وفي كومنت بقى لازم اقوله، ان نوع العيش ده صياعة جدا انهم يختاروه. شوفوا على كل هربات الصوصات دي والعيش ما بص، لا فرول ولا مثلا متملى مية خالص، فده في حد ذاته ديتيلز دي مهمة جدا. خش بسم الله. بس انا خدت قطمه واحده وبقالي ربع ساعه بستحمى عشان ارجع لكم تاني. الموضوع صعب قوي، الموضوع ملغوص لهوصه رهيبه، والتيشيرت بتاعتي باظت واتبهدلت، وانا جاي لابس ابيض وبستعبط. ده قوي بقى يعني. كنت لسه بقول لكم ايه من شويه على سماش برجر، انا ماجيش اشوف محمد صلاح عشان اكل سماش برجر. راح قال لي ايه، سي نو مور، ولا كلمه زياده يا بيه. خش. ده قطعه سماش مع فيليتش ستيك اللي هو بيعمله بمعلمه، واللي بالنسبه لي اجمل فيليتش ستيك في مصر دقته لحد اللحظه. فالساندوتش ده جدا واجيله مخصوص جدا. سماش برجر مش وحش بس ماجيش مخصوص، ده اجي مخصوص واطلبه بدل المره 10. جامد جدا 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 البيج بوي ده، ولكمه ووجبه في حد ذاته. بصوا مش عامل ازاي داهيه، والمكسات كلها ماشيه مع بعض بيرفكتلي يعني، بامتياز الصراحه ولا غلطه. حلو قوي قوي قوي. خش بقى، انا متحمس ليه قوي لان عارف انه هيعجبني قوي. فيليتش ستيك ساندوتش ده بيبقى شرايح بيف ستيك متقطعه مع بصل سوتيه ومشروم فريش وفلفل اخضر وصوص جبنه. خش وربنا يستر. يا لهوي يما يا لهوي يما يا لهوي يا جدعان يا لهوي. بص اقول لكم على حاجه على مسؤوليتي الشخصيه، اي حاجه عند 3 داينر فيليتش ستيك اضرب وانت مطمن انه هيعجبك قوي، ايا كان بقى محطوط في ايه او نازل كشكل ايه، ابيتايزرز ساندويتش طبق تحفه هيعجبك جدا. نوع العيش غريب جدا، انا اول مره اشوفه في حياتي الصراحه. شرايح اللحمه ناعمه جدا، سوسي جدا يعني كريمي جدا، مع الفلفل اللي محطوط معاها بقى والبصل تحفه تحفه، حلوه جدا 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 مش هزار. ده فيليتش ستيك لوحده وده بالسماش برجر، الاثنين تحفه جامد قوي. هستحمى واخش على الجزء الثاني. نخش على اخر حاجه معانا النهارده بقى، فاضل معانا 3 سندوتشات لحمه و3 تشيكن. نبدا باللحمه عشان نكملهم يعني، ونبدا باول واحد فيهم ذا امريكان. لا والله قربنا نخلص خلاص، ناس حبايبنا يعني. لا بس بصور نفسي، بصورش حد. انا عارف يا ريتك تصور. لا ما تقلقش. ايه؟ معلش معلش قربنا نخلص والله، قربنا نمشي خلاص. ده بيبقى قطعتين سماش برجر مع شريحتين جبنه وبصل وطماطم وخيار مخلل ومايونيز ومستردة، بيزك خالص يعني. الامن جنيه دلوقتي قال لي يا عم انت بتعمل ايه؟ التصوير ممنوع. قلت له يا عم قربت اخلص وماشي. معلش معلش. نخش على ذا امريكان، هل هيعجبني زي البيج بوي ولا البيج بوي اكتر؟ هنشوف. حلوه قوي 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 والله، بس ما تطلبش اكتر من واحد يعني، ما تعملش زي كده خالص والله. واحد هتبص مش يعني هتروح تنام بصعوبه، الموضوع تقيل قوي. ساندوتش سماش برجر حلو جدا، بيزك يعني، ده يعتبر البيزك سماش برجر، ما فيهوش اي افتكاسات خالص. يا فندم مشكله والله، انا قربت اخلص خلاص، فاضل لي دول وهمشي على طول. والله قربت اخلص خلاص يعني، فاضل لي دول بس يعني ربع ساعه وهمشي. 10 دقائق يا عم، 10 دقائق ان شاء الله. ماشي ما انا مش بصور حد، انا بصور الاكل بس. بعد كده بقى هتسيحها براحتك. يوتيوب يعني الدنيا قريبه، خش بس اعمل فولو ولايك وكده تلاقي الدنيا مشيت. لا هو بس المنظر بيخد مش جامد ولا حاجه، كانه موبايل بالظبط. الموبايل عادي، دي كاميرا بقى فوتوغرافيه ونظام يا باشا، ولا كاميرا ولا بتاع، هو نفس الموبايل بالظبط. هي هي والله والله. هنتجازى فيه
لا يا باشا ربنا ما يجيب مجازي ولا حاجه. عينيا الناس يعني هاجت على التصوير. نفسي اعرف ايه الفرق في مصر بين الكاميرا الديجيتال والكاميرا. نفسي اعرف ايه الموضوع ده. ما هي هي والله الاثنين ادوات تصوير. موبايل صور في اي حته انت عايزها. كاميرا ديجيتال الدنيا تقلب. المهم كنا بنقول ايه عشان ننجز. السماش برجر ده بيزك خالص ما فيهوش اي افتكاسات. حلو مش وحش بس برده ما جالوش مخصوص حاجه. الحاجات اللي هو متخصص فيها اكتر اللي هي اللحمه. ولذلك نخش على الفرنش مشروم. ده بيبقى قطعتين سماش برجر مع خس وجبنه امريكيه وصوص مشروم كريمي ومايونيز. نخش على الفرنش مشروم. سندوتشات بز بطريقه فظيعه. في بشر مكرمل مسكر جدا مع مشروم فريش حلو جدا. فكسندوتش سماش مخدوم وحلو قوي قوي الصراحه. حلو قوي ده. نخش بقى على تكساس باربيكيو العملاق ده اخر واحد في البرجرز. ده بيبقى قطعتين سماش برجر مع بيف بيكن وجبنه وخس وبصل وطماطم وخيار مخلل وصوص باربيكيو وانيون رينجز ومايونيز. الراجل بيقول لي ما انت بعد كده هتزيع. ما تقولش هزيع عصاره حربيه. ده سندوتشات يابا. لما اجيبك ازاي انت بقى استعبطه مش كده هيتحبس يابا. خلص يعني اعمل ايه طيب؟ طبعا لغوصت اللغوصه. طب يعني فين البق اللي ممكن يفتح يجيب ده كله؟ اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى؟ انا ما بحبش الكلام الكتير ده. سندوتش كبير جدا. الاونيون رينجز اللي فيه حلوه جدا والمدري ميكس حلو جدا. بيف بيكن جامد قوي برده مع الباربيكيو المسكر. بس ده برده زيه زي اي حاجه فيها باربيكيو مسكره مش لاي حد. لو بتحب الزوت نصور بس. نخش على التشيكن بقى. انا قربت اخلص خلاص يعني. باشا اديني بالظبط 5 دقايق. 5 دقايق بالظبط. ماشي خلاص هنفنش ونكمل في البيت. ولا يهمك ولا يهمك. طبعا شفتوا الهستيريا اللي حصلت هناك. انا مش في الكاميرا بس هو ما فضلش غير 3 سنشات دول كده كده اللي هم سنشات تشيكن. فنخش على التشيكن ده. فاير تشيكن فرنش تشيكن وده اول تايم تشيك. نبدا باول واحد فيهم فاير تشيكن. ده بيبقى عباره عن صدر فراخ مقليه مع خس وطماطم وخيار مخلل وكول سلو ومايونيز وصوص بافلو هم اللي عاملينه. نخش على الفاير تشيك برده. سنشات الفراخ مليانه زيها زي البرجرز واللحوم محمله يعني. سندوتش فراخ حلو قوي قوي. وانا من زمان بحب قوي فكره الكول سلو جوه سندوتش فراخ. بيديله طعم حلو جدا. بيزود له غنوه حلوه قوي كطعم يعني. قطع فراخ حلوه جدا مستويه حلو جدا. واحلى حاجه في الموضوع كله صوص البافلو اللي هم عاملينه ده. ليه بقى؟ لان برده اللي متابعني من زمان هيبقى عارف ان انا عندي مشكله مع صوص البافلو. ان 99% من المطاعم بيعملوه مالح مش سبايسي. بيبقى حادق مش حامي. هنا العكس ما فيهوش سنه حدقان. صوص سبايسي زي ما قال الكتاب. فسندوتش تحفه الصراحه تحفه. سندوتش حلو قوي شابوه. نخش على الفرنش تشيكن. ده بيبقى صدر فراخ مقليه مع بصل وخس وخيار خلل وصوص هاني ماسترد. نخش على الفرنش تشيكن. ده سندوتش بيزك خالص ما فيهوش اي افتكاسات. بتاع فرايد تشيكن صوص هاني ماسترد طماطم وخس وخيار مخلل ومايونيز على ابوه. حلو مش وحش بس انا بالنسبه لي الفرايد تشيكن ده احلى بكتير. كل سلو والحركات والسبايسي اجمل منه بكتير. خش على اخر واحد معانا النهارده بقى. اول تايم تشيك مزدد زمان. ده بيبقى صدر فراخ مقليه مع خس وطماطم وخيار مخلل وصوص جبنه ومايونيز. بيزك البيزك. خش على اول تايم تشيك. نفس قطعة الفراخ وحلاوتها ونفس كل حاجة بس ده بقى بيزك أكتر من اللي قبله اللي هو الهاني ماسترد. ده مفيش أي حاجة خالص. قطعة فراخ مقلية صوص جبنة طماطم خاصة خيار مخلل مايونيز. مفيش أي افتكاسة. بس عاجبني أكتر من الهاني ماسترد لأن الهاني ماسترد كصوص ما كانش مظبوط أوي الصراحة. مش مبهر كده. فاللي عايز ساندوتش فراخ بيزك مفيهوش أي افتكاسات هيعجبه أوي ده. تعالوا لكم خلاصة. خلاويس خلاويس اقول لكم بقى الخلاصه. بصوا مطعم 3 داينر غالي. انا مش هقول لكم رخيص هو غالي غالي مش هزار. بس الكميات كلها عملاقه يعني اللي هيروح فيكم اوعى يعمل غلطه انا عملتها ويجيب المنيو كله. ده مفيش حاجه اسمها كده. انت اخرك ساندوتش كومبو. انت شبعت يا باشا وتمام وهتروح تنام بصعوبه كمان. الحاجه تقيله مش هزار. الحاجات اللي ما ينفعش تفوت خالص عندهم بقى المقبلات وحاجات في الاول دي. اللودد فرايز وذ فيليتش ستيك رهيبه رهيبه ودوليه وفي حته 900. واي حاجه فيها فيليتش ستيك عند محمد صلاح خدوها وانتم مغمضين لان هو بيعمل اجمد فيليتش ستيك في مصر حتى اللحظه. رهيب. والاونيون رينجز لازم برضو لازم لازم تجربوها. رهيبه حلوه قوي. وبالنسبه لي برضو اجمد اونيون رينجز دقتها في حياتي لحد دلوقتي. رهيبه كل حاجه فيها معموله تكست بوك بيرفكت. نخش في الجد بقى الحاجات اللي ما تفوتوهاش في الجد عنده. البيج بوي برجر رهيب اللي هو السماش برجر بالفريتش ستيك رهيب في حته ثانيه خالص. والبيف فيلي بالجرين صوص اللي جبنه بطاطس الفريسكس ده كان حلو قوي برضو قوي. وفي التشيكن الفاير تشيكن دول دوليين. جربوا دول كده وما تخرجوش براهم واوعدكم هتتبسطوا وهتلاقوا قيمه مقابل سعر جامده جدا. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده اذا كانت طلعت الاسبوع ده لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر. ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيكم كل حاجه بنزلها باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي طلعه جديده. اشوفكم على خير. يلا سلام. Every single day.